أخبار اليوم. زملاء الوزراء والحكومة كلهم، كل قطاع الصحة والإعلاميين والفنيين، كل الموجودين. أنا الحقيقة في الأول تصورت الوزارة دي هتبتدي بيا باعتبار يعني أنا العريس بتاع السياحة يعني. فهو فهمت ليه سابني لغاية الآخر حطني على المقصلة. فعشان الأسئلة دي. بداية أحب بس أنتهز الفرصة بسرعة وأقول لكم أذكركم إن إحنا كلنا وأنا جاي من وسط السياحيين وزي ما دايما بيقولوا ابن القطاع وبشتغل من أكثر من 35 سنة أو 40 سنة في هذا المجال. أذكر حضراتكم إنه في الثمانينات قبل كده ما كانش إيه بمعنى صناعة السياحة في مصر يعني، إنما من الثمانينات وطالع بدأت معالم قوية للصناعة السياحة المصرية. اذكر من الثمانينات او منتصف الثمانينات كانت ارقامنا في حدود المليون سائح، وكانت ايرادات المليون سائح ده اقل عن نصف مليار دولار، 400 او 400 وشويه الف مليون دولار في السنه كلها. في 2010 نط هذا الرقم لحوالي 15 مليون 14.7 و12.5 مليار دولار ايرادات، في حين ان قناه السويس كانت بتدي وقتها ولا زال في حدود 4.5 او 5، ان شاء الله هتتضاعف بعد التوسعه والمشاريع المرتبطه بيها. لكن انا عايز اقول ان الصناعه دي تطورت خلال فتره 25 30 سنه اللي فاتت. خلال ال 25 30 سنه اللي فاتت كان في ازمات كثيره جدا. اذكركم 86 كان في الاكيلا لاور وسوق الضرب. بعديها كان في مشكله الامن المركزي اللي كانت في الحرب. بعديها كان في حرب الخليج الاولى. وحصل لمده طويله جدا سنه ولا شويه البزنس وقف، ثم حصل ارهاب في التسعينات في اولها، ثم كانت القمه في 97 في الاقصر، ثم سبتمبر 11 في امريكا، ثم الارهاب هنا في 2004 2005 في طابا وفي هنا في شرم الشيخ تحديدا.